طيب الاشياء اللي حنحتاجها جالان بوي ابيض اكريليك او يسمى بلاستيك. حنحتاج علبة تلوين او تلاوين شركة التمساح اللي هي هذه هي. تحصلوها فين؟ في محلات السباكة او محلات البوية. نحتاج صحن زبدية بيضة. حنحتاج كاسة موية. وحنحتاج فرشة. وحنبدأ. اللي حنسويه هنجيب الكاسة الفاضية ونعبيها لون ابيض على حسب الكمية اللي احنا نحتاجها. نجيب الزبدية الفاضية. طبعا البوية هنا مرة ثقيلة كده خلاص يكفي. لازم بعد ما نخلص البوية نغطيها لانه حتنشف مع الهواء. لو نشفت حتعطينا طبقة ناشفة حتخرب علينا الشغل. طيب هذه علبة التلوين هنفكها. حنكب كمية بسيطة في اللون الابيض. وبعدين حنحط برضو شوية موية علشان يسهل لنا طريقة الدمج. حنجيب الفرشة زي ما انتوا شايفين. طيب زي ما قلنا لكم طبعا اللون الابيض والتلوين حنحطها على حسب الكمية اللي في الجدار. الكمية اللي هنحتاجها نحطها. انا حطيت شوية عشان بس نجرب معاكم. طبعا حنخلط لما نندمج اللون الابيض مع الاصفر وما يصير في لون ابيض نهائي. ليش؟ لو باقي لون ابيض وما ندمجناه كويس وجينا استخدمناه في الجدار راح تظهر معنا خطوط اللون الابيض اللي هو اصلا ما اندمج معنا. ايش رايكم في الخصلة اللي تتحرك؟ المهم حندمج كويس الين اللون يصير اصفر او نوصل للدرجة اللي احنا نحتاجها من اللون. عملية بسيطة جدا. وزي ما قلنا لكم هنحتاج فرش ناعمة نستخدمها في الجدار، مو خشنة، فرش ناعمة بمقاسات مختلفة يعني. طيب هنا دمجناه مرة كويس طلع. ايش حنسوي؟ شوفوا كيف اللون مرة بطل، لون كده تحسه لون موزي. الله مرة بطل اللون، ليموني كده على موزي. وبس معلومة جدا حلوة وان شاء الله الكل يستفيد منها. واذا في اي استفسارات كلموني وان شاء الله هعلمكم خطوة بخطوة كيف تستخدموا الاشياء. وبإذن الله ما هقصر معكم يا حلوين.